يعني هذا تقريبا عنوان هالبرنامج اللي هو المسامح كريم. بالحلقة اللي راح نشوفها الآن أو القصة اللي راح نتابعها معنا مها الصفراوي. مها في عندها مشكلة قديمة مع زوجها، إلهم 18 سنة مطلقين. بدنا نشوف شو راح بيصير. مها طلبت أنه ندعو لها جوزها. أولا نستقبل مها. أهلا بمها. أهلا فيك. كيفك يا أهلا. تفضلي تفضلي مها. تفضلي مها. من سوريا؟ نعم. من الشام؟ من دمشق. من دمشق. عائلة الصفراوي، يا أهلا وسهلا. أهلا فيك مها. أنت محجبة هلأ؟ منقب. ما كنت محجبة بالشام؟ لا كنت سبور. مها كانت ست جميلة وهيك مهتمة بجمالها. تزوجت رجل اسمه محمد خضر، رجل أعمال. كانت حياتهم كتير حلوة وسعيدة، وخلفوا بنت ليلى. 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 ولكن شاءت الأقدار أنه زوجها محمد تتعثر أموره ويخسر بأعماله، وتقريبا يوشك على الإفلاس. الست مها يمكن متطلبة كانت في ذلك الوقت بجمالها، باهتماماتها الشخصية، بغيره. يعني رفضت هذا الواقع، تخانقت مع زوجها وتركته، تركته وتركت له البنت، وراحت تزوجت مع واحد آخر كان ثري وقتها. صح. بعدين إلى 18 سنة هالمسألة. صح. زوجها محمد بعد ما اتطلقوا أخذ بنته وراع فرنسا واشتغل بفرنسا ورجع بنى نفسه من جديد، ورجع صار عنده رجل أعمال ورجع أعماله ماشي. هلأ مها طلقت من زوجها الثاني، رجعوا على مصر. اجا بالاول محمد وبنته، رجعت لحقتهم مها. مها عم بتحاول انه بركي بترجع بترمم الماضي، بركي بترجع لزوجها القديم الاول، بترجع لبنتها ليلى. بنتك ليلى مزوجة؟ متزوجت بالشام. تزوجت دمشق. وين موجودة هلا؟ لا دلوقتي مع ابوها بمصر. هنا مع ابوها بمصر. نعم. و بعدها مزوجة يعني بنتك؟ ايه مزوجة. ليلى قديش لها مزوجة؟ والله أنا ما بعرف، لأنه لهلأ ما شفتها، ما بعرفها. ما بتعرفي؟ لا ما بتعرفي. يا ستي أنت مشكلتك مشكلة، يعني بعد 18 سنة وبعد زواج مع رجل آخر وهلأ جاي. لأنه هو بعد ما تم الانفصال تقريبا بشهرين دغري أخذها وطلع في فرنسا. فهمت. بس أنه هذا صار كله وراح العمر ومرق 17، قديش مرق 18 سنة؟ هو 15 سنة ما نزل بالمرة، لدلوقتي ايه؟ عرفت أنه نزل. ايه. أنت عندك أولاد شيء من زوجك الثاني؟ جبت طفل بس. إيه؟ موجود؟ إيه معي. قديش عمره؟ تقريباً شيء 13 سنة. معك ولا مع أبوه؟ لا معي. وأبوه وين الثاني؟ والله بعد ما انفصلنا ما عاد يعني عرفت، بس تقريباً بمصر. وبيهتم بابنه؟ كل فترة وفترة يعني بيشوفه كذا وبس. بيشوفه بيشوفه. طيب أنت بتلاقيها منطقية هيك أنك تحاولي ترجعي لزوجك الأول محمد؟ يعني معقول يتقبل هالشي؟ أنا اللي بيهمني أكتر شيء أنه يسامحني بس. بس؟ بس. مش أنه والله بدك ترجعي أو شيء؟ لا لا لا، بس طيب. أنه أرتاح من عذاب الضمير وبس يسمح لي يشوف بنتي يعني. هو مش عم تشوفي بنتي؟ لا لا ما بعرفها. قديش إليك ما شفتيها؟ تقريبا كان عمرها شهرين. من شهرين؟ يعني إذا التقيتي فيها بالطريق ما بتعرفيها؟ لا. مش قليلة. طيب بها 18 سنة ما حاولتي زوجك الثاني، ما حاولتوا أنه تشوفي بنتك؟ كان بفرنسا. كان بفرنسا. وأنت ما صار لك تروحي على فرنسا مثلا تشوفيها؟ أنا بهالأحداث لطلعت على مصر. بالأحداث. والله يا مها رح منحاول، رح حاول أنا. وجهنا له الدعوة إلى محمد، محمد خضر. خلينا نشوف محمد إذا وافق أنه يجي ولا لا. أهلا أستاذ جورج، احنا النهارده رايحين أكتوبر عشان نسلم دعوة الحضور لأستاذ محمد خضر.
مساء الخير. مساء الخير. حضرتك استاذ محمد خضر؟ ايوه. عندك 48 سنه وبتشتغل مهندس ديكور، مظبوط؟ بالضبط بالضبط. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي. اهلا وسهلا. بيوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معنا. اهلا محمد، شرفني. كيفك حبيبي؟ الشرف لي. الله يخليك. تفضل محمد. شكرا. فورا عرفت انه المسامح كريم. طبعا عارفه البرنامج. طبعا طبعا عارفه. الله يخليك. قديش لك بمصر خي محمد؟ حوالي سنة. سنة؟ سنة. بس جيت من فرنسا مباشرة ولا رحت على سوريا بالأول؟ لا، جيت مباشرة لهون. مباشرة. كنت عايش بفرنسا؟ أنا عايش بفرنسا وعشت بإنجلترا وعشت بالسويد. بأوروبا يعني؟ بأوروبا. ايه. وكيف أمورك حبيبي؟ طمني. الحمد لله، هلا أحسن. شو بتشتغل حضرتك؟ مهندس ديكور. مهندس ديكور. واشتغلت بالخارج؟ طبعا. اشتغلت. بتعرف بالبداية في صعوبات. نعم. بعدين نعم. حسب ما تأقلم الواحد بالجو. نعم. مشي نعم. الحال بعدين. ما عم بتروح على الشام؟ لا 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 ابدا. فتره زمان. طويله. لك فتره طويله يمكن. يعني شيء 17 سنه. 17 سنه. ايه. يا اهلا وسهلا فيك. كيف وضعك العائلي؟ عندك اولاد؟ عندي بنت. عندك بنت؟ بنت. شو عمرها ما شاء الله؟ هلا عمرها صار 19 سنه. 19. اها. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بتعرف انت المسامح كريم، بيكون في شخص طلب مني انه ادعو شخص اخر. طبعا. بتكون انت يعني بيكون عم بده يشوف شخص بيعز عليه، بقى بيتوسط معنا، نحن بنكون الواسطه، وان شاء الله تكون واسطه خير. ان شاء الله. ان شاء الله. بدك تعرف مين دعاك؟ لحد الان ما بعرف. بس بدك تعرف؟ طبعا. حابب تعرف؟ لازم اعرف. لازم تعرف. تفضل طلع بهالشاشه. ست منقبة، بتعرفها؟ عرفتها طبعا. مين هي؟ هي طليقتي، اجتني هون وقت جيت مصر. اجت على مصر بعد ما انت جيت. زوجتك كانت قبلي كانت بعدي ما بعرف. بس المهم اجت مشان موضوع بنتها. ويعني محاولة تعمل صلح وكذا. ايوه صحيح. يعني ضاقت بها السبل، قال بركي برنامج المسامح كريم بيقدر يكون هيك بادرة خير، بركي انا فيني مون عليك مثلا. والله على عيني وراسي انت والجميع كل الحاضرين، بس بفضل تسمع جزء من قصتي وبعدين بتقرر بقدر سامح انا ولا لا. تفضل تفضل. انا سمعت روايتها وعرفتها، بس بحب اسمع الروايه منك. ماشي. يعني احكي لك اياها بموجز، هي طويله. نعم. لا بموجز حبيبي. نعم. من بدايه ما تزوجت انا، زواج تقليدي، خطبة وكذا، عادي أكيد. فتم الزواج، تعرف زواج تقليدي بيبقى ما في خلطة وعشرة وفترة خطبة طويلة وكذا، ما في يعني تعرفها من الداخل أو كذا أو كيف تفكر. فترة حوالي 6 شهور كذا كانت يعني عادية. بعد 6 شهور بلشت بقى تبين أمور مادية، طمع وكذا. طمع مادي. ايه. متطلب المدام. أعطيها كل شيء غير سؤال، حتى تنزل صديقي عنده صاغة تشتري الذهب إلى ولأمة كمان، ما عندي مشكلة، كان عندي الله الحمد لله ساترة معي وموجود. نعم. تشتري معها ما إلا أي شيء. صارت بعد فترة تطلب مبالغ كبيرة كذا، وحتى صارت تأخذ من البيت يعني غير ما تقلي كمان، ما في مشكلة بين الرجل والمرأة، شغلة المادة عادي. صارت تطلع من البيت مرة عمتها مرة خالتها كذا، هي وما أعرف وين أنا. هي ملتقي بجمالها كانت؟ كتير. آه. أي. وكانت غير هيك كمان. هلا هي شوي العمر طبعا سمناني شوي وكذا. اوكي. فكل شغلات الامور الماديه كنت بطلع عليها انا، بس هي بداخليتها من اساس الزواج كانت حاططها زواج لمصلحه ماديه بس مو اكثر. انا هي الناحيه كنت ماني مكتشفه فيها يعني. نعم. فصارت تروح مثلا تغيب عند عمتها وعند خالتها وكذا، وانا بشغلي ارجع ملاقيها بالبيت، احيانا تنام عند قرايبنا من غير ما تستشيرني. نعم. يعني شغلات صغيره تراكمت ودت لمشاكل. انت انا فصلت عنها، الفتره اللي فصلت عنها كان في بنت حامل. نعم. فولدت البنت، اعطتني اياها كان عمرها 7 ساعات مو 7 ايام. 7 ساعات يعني فور شيء انه ولدت البنت اعطتك اياها. ليه؟
برأيك ليه؟ هي كان بخيلتها يعني إنه تضغط علي أو شيء، ممكن مش هالرجاء، ممكن هيك قالوا لي الناس. أنا والعائلة اجتمعوا، عائلتها وعائلتي، عملوا صرح، رجعوا مع كل شيء صار. رجعت رجعتها بالفترة، رجعتها إياها كمان، صار حمل بعد 6 شهور 7 شهور، صار حمل ببنت تاني. رجعت لقصتها الأولانية وأكتر، حتى بالأخير أنا كنت تكب عندي شوية مصاري، بشتغل لسفارات وكذا، وهي وبالخليج. فعندي 800,000 دولار بالبيت، حاططهم بالخزنة، وفتح الخزنة مع 800,000 دولار. 800,000 دولار؟ دولار، وهي حاططهم عندي بالبيت، فأخذتهم ومشيت وما تعرفت وين أنا. قمت أنا وكلت محامي وطلقت غيابي، عرفت كيف؟ فالفترة هي اللي صار فيها الطلاق وكذا، صارت بدها تعطيني الأولاد تخلص منهم، لأنه وقت راحت أخذتهم معهم، ما قدرت أتركهم بالبيت لوحدهم. فشو عملت؟ صارت تصور لي الأولاد، تبعت لي صورهم أوعيهم مخزقة وكذا، وعم تشحد عليهم، صورتهم وبعتت لي الصور. وبعد منا على أسرة، أنا كرهت البلد ونساء البلد كلها تبع سوريا، حملت حالي وطلعت سافرت على السويد، عشت هناك فترة وعملت شغل وعملت مطعم لبيني سيري، وبعدين نزلت على فرنسا، غيرت البلد ونزلت على فرنسا وعشت فيها. بالفترة اللي عشت فيها بتعرف واحد معه طفلة صغيرة، بس أخذت الطفلة معك. ايه الطفلة بس التانية. البنت الثانية وينها؟ ما هي القصة اللي الكل ممكن ما يسامحوها، مو بس أنا عليها. طفلة صغيرة بالفترة اللي أخذتها حطيتها عندي أنا، حتى أهلي اللي هن أهلي حاولوا يضغطوا علي مشان رجع أساس إنه صلح وكذا، فحطيت عند مربية أنا. المربية صارت تعمل المعاملة مو منيح، أجل لأيهم وصخين الأولاد وعم يأكلوا من الأرض وكذا، غيرتها. طلعت تاني على أسوأ، حطيت عند واحدة ثالثة كمان غيرتها. آخر فترة هلأ عم تحكي أنت عن ليلى؟ عن ليلى وبنت اسمها ياسمين تاني. ياسمين وينها ياسمين هلأ؟ ما جايك بالحديث عنها، هي القصة كيف صارت. ايه، فبعدين شفت أختي أنا عرفت بالموضوع وكذا، تأثرت وبكيت، قالت لي جيبهم بدي أحطها مع أولادي. حطتها فترة مع أولادها للبنتين، للكبيرة والصغيرة. بعدين الناس هيك حكلموا أهلي وكذا، وقالت جابتهم حطتهم عندها. فبالفترة اللي جابتهم حطتهم كانت فترة صغيرة، حوالي 2 3 شهور. فالشهرين هدول البنت الصغيرة نايمة ما فيها شيء، صار عندها نقص بالتروية بالدماغ. نعم. فصار عندها مثل الكومة، القلب شغال والجسم كله ميت. كومة حرام. بالضبط. أخذتها على المشفى أنا وحطيتها بالمشفى بالعناية المشددة. بقيت فترة حوالي 6 ساعات وتوفت البنت. كان عمرها سنة ونص. سنة ونص. فهون وقت اللي توفت، تعرف يقولوا إنه لازم أمها تيجي تشوفها وكذا، وآخر نظرة فراح أخي الكبير بده يشوفها، يعني لا تعي شوفي بنتك وكذا. تخيل، ما حابه تيجي تشوف بنتها حتى. بالأخير خجل من الناس إجت بدها تشوف بنتها. تخيل. كانت تزوجت ولا بعد؟ ما بعرف، لأنه أنا بعد هاي الفترة ما اعطت علاقتي فيها نهائيا، لا تليفون ولا أي شيء. فإجت فاتت على البيت، تعرف في عزا ولسه البنت عم بيغسلوها يعني. فاتت نظرة على بنتها، ما باستها ولا طلع، عملت هيك بس، طلعت هيك كانت البنت الثانية قدامها، قالت إن شاء الله بتموت البنت الثانية وبتلحقها. هاي بشر هاي. يعني كيف بدك تتخيل أنا أقدر سامحك إنساني؟ نعم. لا، هاي ناحية، هاي ناحية. الناحية الثانية، أنا العذاب اللي تعذبته بتربية بنتي بالغربة لوحدي، ما حدا تعذبه، أنا اللي عشته. بتعرف الرجل الشرقي بيبقى خصوصي بالدول الأوروبية. لما أخذت معك على السويد، ايش كان عمره؟ كانت حوالي شي 2 سنين عمره. سنتين بعد الطفلة يعني. أقل، حتى 8 شهور كان عمره. نعم. فتعذبت كتير. بتعرف إحنا الشرقيين لا بنعرف نطبخ ولا نغسل ولا كذا. اضطريت كمان حطها عند مربيات وكذا، وهي لفترة يعني عملت لها أم وأب. بالضبط. بعدين وقفت شغلي كذا مشان بنتي. نعم. قعدت معها فترة، وبتعرف الواحد بده يصرف على نفسه وكذا، ما بيقدر يقعد من غير شغل. صرت أحياناً أخذها معي على الشغل وقت تكون ما عندها مدرسة أو الحضانة. بتعرف الطفل يوم مريض، يوم بده دواء، بدك تغير له، بدك تغسل له، بدك تكوي له، على الرجل مو شيء سهل. فتعلمت الأمور كلها مثل ما بتقول، عملت اتحاد نسائي، تعلمت الطبخ والغسيل والكوي كرمال طفلتي. يا ابو ليلى، وتزوجت شيء انت بهالفتره؟ لا لا لا، ما تزوجت. كرست هالصدمه هي منعتني من الزواج. كرست وقتك لبنتك، لتربيه بنتك. طبعا. طيب يا سيدي، فهمنا قصتك هلا، لانه ما بدنا نطول اكثر من هيك. فضل. وصلنا حكينا،
يعني في جانب ما كنا نعرفه خبرتنا عنه أنت. بقى هيدي الست اجت، نحن طبعا مثل كل هالناس اللي بيطلبوا انه يجوا على المسامح كريم ويحاولوا يحلوا مشكلتهم. عندها مشكلة انه مش عم بتشوف بنتها، بعثت لك مكتوب، بس بقرأ لك اياه بالاول لتشوف شو بدها، بعدين بنخليها تحكي وبعدين انت بتقرر، يعني مش خلص ما القصة عمرها 18 سنة طبعا. وهي تزوجت، ما بعرف اذا معك خبر، هي تزوجت بغيبتك يعني، تزوجت واحد وعندها منه ولد، عندها منه صبي عمره 10 سنين هلا، ورجع طلقها. على كل حال بتقول لك ابو ابنتي محمد، اعرف انك لا ترغب في رؤيتي ومعك حق، لكن بحق الحب الذي كان بيننا اسالك ان تمنحني فرصه. كنت مهووسة بنفسي وظلمتك، وان كنت في الحقيقه قد ظلمت نفسي قبل ان اظلمك. تخليت عن زوج تتمناه كل امراه، وتخليت عن ابنتي ومشيت خلف طمعي وجمالي، لكن الدنيا بعدك اعطتني درسا لا ينسى. اعترف ان خطئي كان فادحا، لكن لا يوجد خطا في الدنيا لا يمكن اصلاحه، وان كنت حرمت نفسي من ليلى فلا تخطئ انت وتحرمها من امها اليوم. انا اعترف بذنبي الكبير امام الناس جميعا، هي قدام الناس عم تعترف بذنبها، وارجوك ان ترحمني من عذاب الضمير، هيك قالت لي، وان تكون اكرم مني وتسامحني، والمسامح كريم. يعني هي ما بدها شيء منك، مش انه بدها ترجع، بس هي بدها اياك تسامحها، ولانه تخليها ترجع تشوف بنتها، لانه البنت صار عمرها 20 سنة، هي شايفتها لما كان عمرها 3 شهور، يعني اذا شافتها ما بتعرفها، عرفان ما بتعرفها. خلينا هلا اني سمعتك انا، خليها هي تحكي. يا بس عفوا اذا بتريد قبل هيك، هذا مو بس رايي انا، بنتي صارت كبيره وواعي، نعم، وصارت حتى ام، تجوزت وعندها ولد كمان. ايه نعم عرفتي، فهي نفسها رافضه هي الفكره، مو بس انا سيدي. هي بتبدا معك، هي طلبتك انت الاب انه اذا حبيت تسامحها، بعدين بتشوف يعني ممكن تحكي انت مع البنت بعدين. بس مها خليها تحكي، تفضل يا ست مها، علي صوتك بس شوي. كيفك يا محمد؟ من الله بخير. بخير، علي صوتك. أنا بعتذر قدام العالم كله، وأنا غلطت بحقك وغلطت بحقي، بس أنت بتعرف إنه كانت شخصيتي قدام والدتي كتير ضعيفة، وهي اللي كانت مسيطرة علي أكثر ما أنا سيطر على نفسي، وأنا ما بدي شيء منك، لا إنه أرجع ولا شيء. أنا اللي بيهمني بس شوف البنت وتسامحني، بس مشان ارتاح من عذاب الضمير بس. هلا انا بقول لك شو الوضع، الست لقت حالها وحده، وشافت حالها انه في عندها بنت صبيه ما بتعرفها، وانت ماسك هالبنت عنها ما عم تخليها تشوفها. هل انه قلبك كبير بيسمح انه تخليها اول شيء تسامحها، ثاني شيء تريحها من عذاب الضمير، وثالث شيء ترجع تشوف بنتها؟ ما رح نقول لك ترجعوا لبعض، لانه مرق العمر، يعني ما بعرف انت شو. هذا شيء مستحيل، هذا مستحيل. اوكي، والشغله الثانيه، هذا القرار انسان اللي عاش اللي انا عشته، يعني شبه مستحيل انه يسامح بهيك شغله. انا كل يوم قضيته بالغربه، تربيت بنتي بعمرها كله لها. نعم. بعمرها كله. نعم. انا رجل، بنتي وقت تمرض انا ببكي عليها للآن، بنتي إذا بتمرض ببكي عليها، الرجل كيف مرض تولد بنت وتكبها هيك. فأنا سامحها ما بقدر. وبنتي على فكرة مجرد جبلة سيرتها بجيها جريزة، يعني بتجي بتسلط بالأرض. بنتي تكرهها كره لا يوصف. أنا ما كرهتها فيها، والله شاهد علي. بس هي عرفت لوحدة، بس كبرت عرفت إنه شلون أنا وجاني ولد ما بقدر أقعد يوم بلا ابني. كيف أمي كبتني؟ فريد قالت لي فريد أنت سيء بابا، كيف هي بتربيك ترميني انا طفله هيك، وبتكون سبب هي بموت اختي، وما بتجي بتشوفها بتقول هالكلام عني. وهذا الكلام انا ما قلت لها اياه على فكره، نزلت زياره على سوريا عماتها وكذا، حكوا لها الحقيقه، خبروها. انا ما حكيت لها شيء عن امها ابدا، لا منيحه ولا شو القصه وكيف تطلعنا، ولا جبت لها سيره شيء. فانا بالنسبه لي زرني ما بقدر اسامح. ما زلنا بهالستوديو محمد هون، فينا نتصل بليلى، فينا ناخذها مباشره تسمع هالشوي من جزء من الحوار. أنا أعطيها حريتها كاملة لبنتي.
فينا نحكيها مباشرة؟ ما عندي أي مشكلة، أنا بعرف شو مشاعرها و... وهي حرة بيك شغلة. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ليلى. علينا أستاذ جورج. إيه جورج إرداحي معي، كيفك؟ الحمد لله ماشي. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. كيف هالزغطور؟ كيف جوزي؟ كيف عائلتك؟ كله الحمد لله والله، كله تمام. الوالد منيح؟ الحمد لله تمام. إيه جيران أنت وياه؟ نعم. جيران أنت وياه؟ ايه جيران. ايه ايه ليلى، انا باستوديو اسمه المسامح، ببرنامج اسمه المسامح كريم، ونحن باستوديو حاليا. احذري مين في معنا. ايوه معنا الوالد من جهه ومعنا الوالده من جهه تانية، الست مها. ايوه بقى عم نحكي، الوالده اجت لحتى تطلب السماح من الوالد بعد كل هالسنوات، بعد 18 سنه بقى، وبتقول هي حرام انه مشتاقة بدها تشوف بنتها. الوالد ابوكي محمد قال انا مش بايدي، هذا القرار بيرجع لليلى. بقى يا ليلى المسألة بين ايديكي، هل عندك استعداد تشوفيها لامك؟ والله يا استاذ جوز، انا امي بالنسبة لي ماتت يعني، ومالي لا تشوفها ولا شو غيرها. ما منك حابة تشوفيها يعني؟ لا أنا ما بدي أشوفها يا أستاذ، لأنه أبي تعذب كثير بحياته مشاني، وهيك مضحى بحياته، وأنا بكان لازم يعني المفروض هي ما تتخلى عني يعني. حتى لو الرجال مثلا ما له منيح معه، الأولاد المفروض ما تتركون الأهل. لا لا ليلى 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 اسمعيني ليلى، مش مطلوب حبيبتي تتخلي عن الوالد، بالعكس يعني مطلوب انك تشفي غليل والدتك اللي ما بتعرفك، اللي مش شايفي صورتك بعد، اللي من كان عمرك 3 أشهر لما ما عادت شافتك يعني، اذا التقيتي بالطريق ما بتعرفي. مو هي حرمتني شوفتها، صحيح ابي يتعذب بسببها، صحيح ابي يتعذب بسببها، انا ما حشوفها، لانه ابي حياته وضحى بحياته مشاني ورباني ولوحده يعني، الرجال صعب يعني كمان. بس صحيح. هو يترك لك، ليكي هو موجود هون، هو موجود، هو يترك لك كل الحرية انه خلي ليلى هي تقرر، انا ما عندي مانع، هو ما عنده مانع انه اذا حبيتي تشوفي امك ما عنده مانع. انا ما عندي مانع اني ما اشوفها، لانه ما بدي اشوفها انا. انت ما بدك تشوفي. انا لانه ليك عمو، ليك استاذ، لانه الوحده منا بنت محتاجه امها اكثر من ابوها. اكيد. اما ابي كان بالنسبه لي وابي يعني ما تخلى عني، اعطاني الحنانين، حنان الاب وحنان الام. اما هي تخلت عني وتخلت عن يعني الواحد اللي يفتح الجرحات، ولا ما بدنا. نعم خلص انا ما اعطيك بالنسبه لي يا استاذ. نعم. على كل حال يعني نحن حاولنا، لأنه هيك حسينا أنه بركي، لأنه الوالد تركها إليك المسألة، إلا نحن بركي أنت بترجعي بتليني، وهيدا حقك، نحن ما فينا نضغط عليك، أنا ما فيني أضغط عليك. صحيح أنك انحرمتي من الوالدة 18 سنة أو 20 سنة، بس هل بدك تضلك محرومة منها طول العمر؟ لأنه بعدها صبية، بعدها ما ختيرت، بعدها عندها سنوات كتير قدامها، ممكن ترجع تعود يمكن عن الماضي. حتى لو خدت، حتى لو صارت بالقبل ما بدي اشوفها، ما حاعطيها فرصه بس ان تشوف شو شكلي، لانه انا تاثرت حياتي، وانا كمان انجرحت في حياتي كثير وادعي وكل شيء وقت هذا، خلص انا امي ماتت بالنسبه لي، وذات انا بخيالي، والوقت ما كنت صغيره امي ماتت، اجي هلا امي عايشه يعني، تفاجأت وقلت لي انك موجوده وامك هذا، تفاجأت انه يعني هذه ما توخزيني ما يعني فكرنا بتكون مفاجاه يمكن ساره، بس ما كانت ساره، شو بدنا نعمل؟ حاولت انا من جهتي، حاولت. ما توخزيني ليلى، بقول لك انا بتمنى لك كل التوفيق بحياتك، ديري بالك انت وجوزك، ديري بالك على جوزك وعلى ابنك وعلى ابوك، ان شاء الله اذا كان رجع قلبك حن يعني، أمك موجودة في مصر، موجودة هون،
فيك تلاقيها، فيك تحصليها وتشوفيها إذا حبيتي، فيك تخلي ابنك يشوفها أو هي تشوف ابنك. ولا ابني لا أنا ولا ابني ولا حتى جوزي بدي يشوفها. خلص ليلى الله يوفقك، أنا بتشكرك، عذرينا أنه اقتحمنا خصوصيتك ودخلنا واتصلنا فيك. إلى اللقاء على كل حال، وشكرا، شكرا لك ليلى. شكرا لك يا ست مها، سمعتي الكلام؟ يعني طيب هي كانت شهرين طلعت على فرنسا، شلون احمد الله اللي سمعتي صوت احمدي الله. والله ليكي سمعتي كل الكلام بس ما انتهى شيء، يعني مثل ما قلت لها انا فيكن برا خارج استوديو ممكن يصير في تواصل، ممكن تقدري توصلي لحل معهم، تقدري تشوفي بنتك. انا عملت اللي علي، ما فيني اضغط اكثر من هيك، ما فيني اضغط اكثر من هيك. بدي اشكرك على دعوتك لنا، وسوري بتأسف اللي لذلك ترجعي مثل ما كنتي، الله معك. شكرا جزيلا، الله معك. محمد يعني كان بودنا انه يصير في هيك تسامح ويصير في ما بدي اقول انه محبه ولكن كبر قلب هيك، سعة قلب، سعة صدر. بتشكرك. أنا بتشكرك أكثر. واقتحمنا خصوصياتكم بس شو بدنا نعمل؟ سلم لي على ليلى، على ابن ليلى وعلى صهرك. الله يسلمك. وشكرا. أنا بتشكرك. شكرا. شكرا لك. الله معك، مع السلامة. مع السلامة، شكرا. تفضل. يعني قصة متعبة، متعبة. أكيد الست حاملة أخطاء كثيرة على ظهرها، واجت ما قدرنا نحللها إياها لأنه وكمان هو حامل بقلبه كثير من الألم مثل ما قال، وكثير من الحقد، أكيد في حقد لأنه تعذب وتألم، تعذب عن حاله وتعذب عن بنته. سمعنا البنت كمان شو قالت. على كل حال بفتكر أنه من الطبيعي أنه هالقصة تنتهي كما انتهت الآن، ما في ستار، ما في صلح، كل واحد بطريقه، ونحن نلتقيكم بحلقات